على الشاشه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وبجواره طبعا نائب رئيس النادي الاستاذ العمري فاروق، بالاضافه للمدير التنفيذي العميد محمد مرجان، وبعض اعضاء مجلس الاداره طبعا المهندس خالد الدرندلي، الدكتور محمد سراج الدين، دكتور مهند مجدي. يعني الواضح ان كل اعضاء مجلس الاداره متواجدين في هذا الافتتاح. في هذه اللحظات خلاص تم قص شريط الافتتاح للمنطقه الترفيهيه بعد تطويرها، ودي لقطات مميزه جدا دايما من الكابتن محمود الخطيب، في حضور طبعا اعضاء كتير جدا من النادي الاهلي، اعضاء العاملين المتواجدين واللي بيستمتعوا بوقتهم داخل مقر النادي الاهلي بمدينه نصر. مشهد رائع، واضح ان كل اعضاء النادي الاهلي موجودين وفرحانين، بالاضافه لاعضاء مجلس الاداره اللي بيشوفوا نتيجه الجهد اللي هم بيعملوه، نتيجه التخطيط اللي هم اشتغلوا عليه، ودي مراسم الافتتاح حاجه جميله جدا جدا.